السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن لجمع البيتكوين وهو موقع رائع وصادق عن تجربة شخصية مني. الآن سوف أقوم بشرح كيفية التسجيل. هي طريقة التسجيل طريقة سهلة، وكما ترون هنا تضع الإيميل الخاص بك، هنا باسورد، هنا بيتكوين أدرس، يعني كود الخاص بالحقيبة الخاصة بك، هنا your referral يعني الشخص الذي أنت تتسجل عن طريق الرابط الخاص به. طبعا ستجدون رابط التسجيل أسفل الفيديو، وبعد ذلك تضغط على sign in. ستأتيك رسالة تفعيل في الإيميل، أو والله لا أتذكر ذلك جيدا. بعد ذلك سنقوم بتسجيل الدخول. كما ترون الإيميل الذي قمت بتسجيل به، هنا الباسورد، بعد ذلك login، ننتظر. وكما ترون الآن هذه هي واجهة الموقع. طبعا كما ترون هنا كان يوجد عندي من ساتوشيات، يوجد عندي 0.00014130، يعني 10,414,130 ساتوشي. طريقة العمل بالموقع، الموقع هناك لقطة بالموقع، يعني تضغط هنا ثم تأتيك خانة للكاباتشا، نضغط هنا، ننتظر. وكما ترون خطأ في الكاباتشا. الآن أوكي، سنعيد الكاباتشا. عذرا الإنترنت بطيئة نوعا ما. طيب سوف نقوم بالضغط هنا لتظهر لنا الكاباتشا. الكاباتشا هي عبارة عن صور أو كتابة. هنا طلب منا هذه الصور. الآن أتت علامة الصح. الآن نضغط على رول. وكما ترون كل ساعة، كما ترون هنا كل ساعة يعطينا 450 ساتوشي. كم أصبح لدينا في الحساب؟ الآن سوف نذهب هنا لسحب الأموال. هنا أوتوماتيكيا، يعني كل 7 أيام يقوم بالدفع أوتوماتيكيا، يقوم بإرسال الأموال الخاصة بك من الموقع إلى الحقيبة الخاصة بك. هنا أدنى مبلغ للسحب الأوتوماتيكي هو 25,000. هنا نقوم ب وضع في مجال تخصص مانيال، يعني تحكم يدوي. كما ترون هنا أدنى مبلغ للسحب 10,400. الآن سوف نقوم بسحب المبلغ ويدرهم. وكما ترون ستصل في غضون 24 ساعة. الآن وصلت إلى نهاية شرح الموقع. أتمنى أن ينال إعجابكم هذا الشرح، ولا تنسوا الاشتراك معنا في القناة. وإذا كان هناك أي استفسار أو أي شيء حول الموقع، أرجو أن تضع ذلك في تعليق. وأعيد وأكرر، ستجد رابط التسجيل أسفل الفيديو. وشكرا.